على الرغم من الأخبار التي روجت في الساعات الماضية عن قبول نيابة العامة الاستئنافية طلب تحريك دعوى الحق العام في ملف حاكم مصر في لبنان، أتت المفاجأة من القاضي زياد بوحيدر الذي قرر التنحي عن الملف لعدم الاختصاص. وقد حول طلب التنحي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، وذلك لبت التنحي. فإما الرفض وإعادة الملف إلى القاضي بوحيدر، وإما قبوله وإحالة الملف إلى محام عام آخر يكون الأعلى درجة بين زملائه. هذا المسار يعني طرح اسم القاضي رجا حموش مجددا، وهو كان قد رفض صباحا في لقاء مع بوحيدر أي إحالة للملف إليه، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يلوث يديه بملف كهذا تملأه المخالفات القانونية، بدءا بعدم الاختصاص ووصولا إلى كل المخالفات في التحقيقات والإجراءات. قرار بوحيدر بالتنحي أتى بعد 4 أيام من استلامه الملف، علما أنه منذ اللحظة الأولى أكد أن الدعوى من اختصاص النيابة العامة المالية. فما الأسباب التي منعت تحويلها إلى القاضي علي إبراهيم؟ تشير معلومات الجديد إلى أن القاضي بوحيدر وطوال وجوده في قصر العدل تلقى اتصالات هاتفية عنوانها دبر حالك ولاقي مخرج للملف، ما دفعه إلى القيام بمحاولتين لإحالة الملف إلى 2 من معاونيه من محامي نيابة العامة الاستئنافية 5، إلا أن القاضيين رفضا الأمر على اعتبار أن لا صلاحية لهما بالادعاء، فيما تعذر وصول الملف إلى النيابة العامة المالية، خصوصا أن أحد المراجع القضائية كان قد زار الرئيس بري نهار الخميس الماضي طالبا السير في ملف حاكم مصر في لبنان عبر النيابة العامة المالية، وهو ما رفضه بري بسبب وجود ثغر كبيرة في الملف فضلا عن تبعات أي ادعاء حالي. تشير مصادر قضائية للجديد إلى إصرار طرف سياسي لبناني على تمرير الادعاء على حاكم المصرف المركزي بأي ثمن وعبر أي قاض كان، ولو بمخالفة الأصول القضائية، شرط أن يتم الأمر قبل وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان في 26 من حزيران الحالي، إذ أنه على عكس ما يتم الترويج له عن قرارات قضائية من الخارج بحق سلامة، فإن الجانب الأوروبي ينتظر ادعاء لبناني في الملف للبناء عليه، لأن لا معطيات في الملف لدى الأوروبيين تسمح بأي إجراء قانوني. بانتظار قرار القاضي حبيب رزق الله، تسود في قصر عدل بيروت حال من التململ بين القضاة بسبب شوائب خطرة تعتري هذا الملف من كل جوانبه، على اعتبار أن المحرك الأساسي للملف طرف داخلي دون سواه، وهو لهدف وحيد إطاحة رياض سلامي لتأمين الإمساك بمصر في لبنان قبيل انتهاء العهد. ريف عقيل، قناة الجديد.